المهمة الصعبة مش مستحيلة. في كل شبر على الأسفلت موجودين، في الحر وفي عز الشمس، البرد، المطرة، مش مستحيلة علشانك، صعب علينا بس عليهم متمكنين. في مليون متر مربع هتلاقيهم رجال الداخلية، الأمن والأمان بكل ضلوعها، بتكمل مثلث الحياة اللي احنا بنعيشها، اللي ضلع أساسي من ضلوعها قطاع الشرطة المتخصصة اللي خايف عليك في قطاع حماية مدنية، وبيخبط في مجتمعات عمرانية، واللي بينظم ده إدارة نظم ومعلومات شبكة عنكبوتية في خدمة أجهزة المرور. وعلشان ضلوع حياتنا تكتمل كان لازم يكون في مايسترو بينظم ده، من أمن وأمان وعيشة أدمية واقتصاد وسياحة وخلافه. وهنا بيجي دور الإدارة العامة للمرور، واللي مش بس بينحصر دورها في ضباط أو أفراد في إشارة من إشارات بلدنا، دور أساسي بيقوم بيه أفرع كتير، وكل فرع من دول بيشتغل تحت مظلة الإدارة العامة للمرور. أول حاجة أي واحد فينا بيفكر فيها في بداية يومه هو إزاي أوصل لشغلي في وقتي وما تأخرش. وكلنا شايفين كم السيارات والأوتوبيسات ووسائل النقل الكتير اللي بقت موجودة في شوارع بلدنا، ولازم نفهم كويس إن تنظيم المرور حاجة مش سهلة، دي بتحتاج إلى خطط وانتشار لرجال المرور في الشوارع اللي بيتم توزيعهم بمعرفة إدارة العمليات اللي بتعتبر الترس المهم في العمل بالإدارة العامة للمرور، واللي بتقوم بحاجات كتير: تنظيم انتشار رجال المرور في الشوارع وعلى الطرق وتأمين مناطق الأعمال، حملات مرورية في الشوارع والميادين والطرق السريعة علشان تحقيق الالتزام ما بين السائقين، وتأمين لحياة الناس على الطريق حتى في الظروف الصعبة مستعينة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، واللي منها جهاز البي دي اي اللي خلى العمل في الحملات أسهل وأسرع وأدق، مش بس عن طريق الكمائن والرادارات بنقدر نوصل للمخالفين، ولكن من خلال وحدات لتتبع السيارات المخالفة عبر وسائل السوشيال ميديا. وكمان ليها دور مهم في تنظيم الأحداث والمؤتمرات الهامة والدولية. هو الركبة تبع السير حالة مرورية تم الاستئذان والإعلان الحملة المرورية، وكان لازم تكون في عين على كل طريق، وعينينا كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، فتم ربط الرادارات بالغرفة مباشرة، وتم ربطهم بنيابات المرور علشان يبقى في نموذج مروري إلكتروني أفضل من النموذج الورقي. 125 غير اللي تم التوسع في استخدام كاميرات المراقبة على الطرق السريعة لتسهيل رصد الحركة المرورية، غير السيارات المزودة بالكاميرات اللي بتسهل الكشف عن السيارات المخالفة. سيارة المنطقة الأولى تبدا الإشارة، سرعة ضبط السيارة رقم ريس تي 72-66 لون فاصل مركز ريس، تم المشاهدة وكاد الضبط. وعلشان تكمل منظومة الأمان على الطريق، قام ضباط وأفراد المرور بإلزام سيارات النقل بالسير أقصى اليمين في الأوقات المحددة لها، وتحجز في الأوقات المحظورة ليها. ومن أهم الأفرع معهد المرور، المصنع اللي بيخرج كوادر تقدر تتعامل مع الأزمات وتسير الحركة المرورية في كل أنحاء الجمهورية، وده بيتم عن طريق تدريب على أعلى مستوى لكل الضباط والأفراد. ده غير وجود فرق كتير بداخل المعهد، وكل فرقة بتخرج كوادر قد المسؤولية، وده اللي خلى معهد المرور يكون فريد من نوعه في الوطن العربي إن ما كانش الأفضل. عشان تكون مطمن في طريقك وتحس بجد بالأمان وتلاقي اللي يسندك، عملنا خدمة الإغاثة المرورية اللي بتتلقى الأعطال على مدار 24 ساعة. سيارة إغاثة نحو 26 يوليو، ابدأ الإشارة يا فندم، بلاغ إغاثة أعلى مطلوب، صحراوي مع المحور، تم الاستئذان في الوجه يا فندم. عمليات، ابدأ الإشارة، تم التعامل مع البلاغ والإسراف مبلغ يا فندم. والحل المشكلة من جذورها والوصول لنتائج مذهلة كان دور إدارة المباحث في ضبط كتير من المخالفات من تشكيلات عصبية ورشاوي وسيارات مهربة، وليها كمان دور في ضبط السائقين اللي بيسوقوا عربياتهم وهم تحت تأثير المخدرات. منهم أربع حالات إيجابي.
حادث مصاب بالكيلو 54 اتجاه القاهره. يا ريت توقف. وكان لازم علشان أمنك على الطريق وأمان كل اللي حواليك نلاقي حاجة تدلنا على المشكلة وعلى الأماكن اللي دايما فيها المشكلة. وهنا كان بيجي دور مركز الحوادث اللي كل ضابط أو فرد فيه بيشتغل بكل جهد للوصول لأسباب الحادث علشان نحاول منعه في المستقبل. وطبعا كان لازم يبقى في ضلع في الإدارة العامة للمرور يحل ويفصل في المشاكل اللي ممكن تبقى بين المواطنين ووحدات التراخيص المختلفة، ويفحص السيارات اللي في شك بوجود مخالفات فيها عن طريق لجان فنية متخصصة. ضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور كان ليهم دور اجتماعي في تعليم جيل جديد قواعد المرور وأسسه في مدارسنا عن طريق متينة مرورية متنقلة مصنوعة من مادة آمنة للأطفال، وبيتم رسم الطريق عليها وبتساهم في تعليم جيل جديد قواعد وأداب المرور. وساهموا في تعليم أطفال مرضى كتير زي أطفال مستشفى 57-357 إيمانا منهم بشفائهم بإذن الله. وكان لازم تقوم بعمل منهج تعليمي يدرس لكل أطفال مصر. ده غير توزيع نشرات بها قواعد المرور في الأسبوع الأول من كل شهر لنشر الثقافة المرورية في كل أنحاء الجمهورية، وكمان حملة إعلامية بمسمى سكة خضراء بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية. ومش بس الدور الاجتماعي، ده بيساهموا في تطوير مصر وتطوير اقتصادها بالتعاون مع وزارات وهيئة أخرى. فتم تزويد الضباط والأفراد بالحملات المرورية المختلفة بكاميرات الكتف عشان توثيق الحالات وده حفاظا على حقوق المواطن. ده غير تطبيق نظام الـ RFID اللي هيكون موجود في المستقبل القريب واللي بيتم عن طريق ملصق إلكتروني بيكون موجود على السيارات بنقدر نعرف أي معلومات عنها، وده هيتم عن طريق بوابات إلكترونية مسؤول عنها إدارة نظم ومعلومات أجهزة المرور. ده غير إن عدد الكاميرات والرادارات هتزيد على الطرق السريعة في المستقبل. وكان هدف الإدارة العامة للمرور هو الحفاظ على سلامة المواطن على الطريق، وعلشان كده كان دايماً بالدعم والطالب بإنشاء كباري للمشاة على الطرق. كل دي أدوار تطويرية قامت بها الإدارة العامة للمرور مع مختلف الجهات علشان نشوف بلدنا أقوى أمنياً واقتصادياً. في النهاية الإدارة العامة للمرور هي جزء لا يتجزأ من مصر، واجبهم هم بيأدوه وواجبنا نساعدهم علشان تفضل مصر تعلى بأيادي ولادها والأمن والأمان يبقى أساس في بلدنا. الإدارة العامة للمرور، أمن وأمان على كل طريق.